صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم ايفالوكس دي زد. اليوم يا البنات جبت لكم استوس على يعني واحد المشكل عندنا الساعه، اما هو السميد وبين الفارينه المخيره، واش هي النوعيه اللي تناسب اني نعجن مسمن ما يتقطعليش، ولا شخشوخه ما تقطعليش، ولا محاجب، ولا ملوي، يعني اي نوع من هاد المعجونات هذوما اللي لازم لهم العجينه تكون مطاطيه. كيفاش انا يا وي وي لازم لهم تانيك العجينه ترتاح بالبزاف، كيفاش انا نطيح في النوعيه نتاع سميد تكون مناسبه. وبرات ما نحبوش ان نستعملوا البيتخان، ما نحبوش ما يكونش عندنا الوقت اللي نخلو فيها العجينه ترتاح. على هذا جبت لكم هاد الطريقه، انا جربتها في هذوما ثلاثه وصدقوني خرجت لي نتيجه ما كنتش كامل توقعها. انا هنا راح نستعمل فرينه هي البنات تاع الميزان، يعني تاع 3000 للكيلو، يعني اللي ما تصلح حتى حاجه، حتى تطلع بها الحريره ما تصلح لكش. الو انا هنا خديت كميه قل مرطل، راح نضيف لها شويه نتاع الملح، وراح نضيف لها مغرفه نتاع الزيت هكذا باش المسمنات نتاعو يجو طريين شعل ما بقاو. وراح نضيف لها ايضا مغرفه ولا كبيره او مغرفتين صغار نتاع السكر. السكر هنا واش يدير؟ راح يعطيني هذيك التحميره الشابه بالبزاف نتاع المسمنات، وايضا راح البنه نتاعهم تجي مختلفه، تجي بنينه بالبزاف. وراح نطمها بالماء عادي، الماء دافي عادي، ما راح نزيد لها والو. وحاجه واحده اخرى يا البنات، ما راحش ندلكها، يعني راح نجمعها فقط. وهنايا انايا العجين من يتجمع لي في يدي راح نغسل يدي عاد نرجع نطمها، لاني لو كان نبقى ننحي في العجين وامام طراني ندلك فيها هكذا تما راني نعجنها، وانا مانيش حابه نعجنها، راني حابه جوست نطمها، جوست نجمعها. راكو تشوفوا كيفاش يا البنات راني نجمعها فقط بالماء، ما زدت لها حتى حاجه ومن 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 ندلكهاش. صدقوني يا البنات هاد لاستيس وهاد الطريقه سخطوا البنات اللي يحتاجوا يعجنوا عجنه كبيره ويخدموا كميه كبيره من الشخشوخه او كميه كبيره من المسمن ولا من المحاجب، ولازم لهم يدلكوها بالبزاف. هاد الطريقه بدون دلك في 7 دقائق توجد. راح نحتاج ايضا، يعني هنايا هذه هي لاستيوس، راح نحتاج ساشي كونجيلاسيون او بيان ساشي تاع التخزين تاع المجمد. هاد الساشي لازم تكون نظيفه وتكون جديده وتكون ايضا ما فيهاش ثقوب، هكذا نضمن باللي ما راحش تفويتيل، يعني ما راحش تدخلي ولا تخرجلي الماء. دوك تشوفوا كيفاش فوالا راح نعجنها هكذا، اونفا راح نجمعها فقط، ومن بعد راح نمسحها هكذا شغل من الفوق هكذا، نمسحها بالزيت باش ما تلصقليش في الساشي، وندخلها في الساشي وراح نغلق عليها الساشي تخي تخي، يعني اسي باش نجمع نخرج الهواء، وراح ندخلها في الساشي ونغلق عليها تخي تخي بيان. وأوميم طو هنا واش عندي تاني؟ عندي طناجرة نحتاج فيها ما يكون دافي، حنعمرها هكذا قص النص نتاع ما دافي البنات، ماشي ما سخون وماشي ما بارد. الماء السخون راح يطيب لي لاباط، والماء البارد راح اونديغي ما درت والو. انا لازمني ما دافي، يعني انفو ندخل فيه هكذا يدي راح تستحمل الحراره نتاعو. وراح نوضع حد الساشي هدية هاد الكيس هذا اللي فيه العجينه، راح نوضعها في وسط هاد الطنجره، وراح نغطيها، يعني قسم الماء يغطي للساشي، وراح نغطيها ونخليها ترتاح لمدة 7-8 دقائق، يعني قسم الماء يبرد عليها فقط، يعني هكذا تشوفي كي تلمسي الماء وتصيبيه خلاص برد تما تنحيها، يعني ما راحش تاخذ لك اكثر من 7 دقائق. وصدقوني يا البنات مهما كانت نوعية الدقيق، وهنايا ممكن تستعملوا ميلانج بين الدقيق بين السميد ستاديغ الرطب والفارينة، تاني اي نوعيه ما راح تزيدوا تحيروا فيها، اي نوعيه راح تصلح لكم وراح تعطيكم عجينه مطاطيه. دوك تشوفوها دروك انا خليتها ترتاح، ودروك راح نخرج الساشي وراح نمسحها باش ما يبقاليش هكذا البقايا تاع الماء، هذه القطرات تاع الماء، وكاريمون راح نفرغها في سنيوه هكذا مدهونه، راح نقلبها ونفرغ خامدك الساشي بويسك دهنتها راح تتنحالي فاسيلمون، يعني بكل سهولة.
فوالا راح تتنحالي وديريكتومون راح نقرصها وبيا راح نشكلها كويرات صغار لقسمه الحجم نتاع المسمنات اللي يناسبني. شوفوا يا البنات كيفاش تجي مطاطيه، بورتون ما عجناهاش، وبورتون نوعيه الفارينه هذه يعني ما تصلح لوالو. راح نكورها هكذا كويرات صغار، وتاني كنغطي نمسحهم ايضا بالزيت، وراح نخليهم بجيه او ميم طون راح نوجد تانيك هنا حدايا الزيت باش نسرح لاباط وباش نفتحها. وراح نحتاج ايضا للزبده، هنايا الزبده اختياريه يعني نتوما والشوان تاعكم. شوفوا يا البنات مالغري ما عجنهاش وراح تعملنا دوك البلبولات وبيا هذوك الانتفاخات اون ديغي ريحت ساعه ولا ساعتين، بورتون هي ميم با 7 دقائق. البنات هنايا الزبده اختياريه، انا فقط نستعمل الزبده لاني نحبها البنه تاعها في المسمن، وايضا انا المسمن ما راحش نعسلو يعني راح نحبو من الداخل هكذا فارغ، ونحب نحشيه ونعمرو بالجبن يعني بالفرماج هذاك الجبن تاع المنزلي، ماشي الفرماج طاختيني ولا بالجبن المنزلي، نحب هكذا ما نحبش نعسلو بالعسل. على هذا راني حابه البنه تاع الزبده تكون فيه. فوالا يا البنات راني نقرصهم كامل ونوجدهم ونوضعهم بيتما هكذا فرح فتحتهم فوق البلون طرافاي. هنا بالمناسبه يا البنات نحب نشكركم كامل 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 وحده وحده، كل وحده ضغطت على زر الاشتراك في القناه وتعطاتني هذه المسؤوليه اللي ان شاء الله يا رب نكون قدها، ودارت فيا الثقه وتبعتني في النصائح تاع التجميليه وبيا نصائح هكذا تاع الطبخ وبيا لكل وحده نشكرها نشكرها نشكرها، وان شاء الله يا ربي نكون قد هذه المسؤوليه ونكون قد هذا الدعم تاعك اللي دعمتيهولي. ان شاء الله يا ربي دائما تدعموني ودائما تتبعوني باش دائما نعطي حاجه جديده وتكون مفيده. هنايا البنات نعطيكم واحد لاستيوس ثاني فوست استيوس، يعني هذه حاجه ثاني جديده. البنات اللي يرهبوا ويخافوا من الفتحه من الشخشوخه، يعني يحبوا يطيبوا العجينه تاع الشخشوخه ولكن اون فوا هكذا باش هذيك العفسه تاع ترفدها من البلان وتحطها فوق الطاجين هذه ما يقدرولهاش. هنايا يا البنات واش ديروا؟ شكلوا دائره نتاع قد القطر نتاع ولا صغر منه غير واحد شويه نتاع الطاجين نتاعكم نتاع بابي اليمونتير وبيان ورق الزبده، وفوق دهنوه قبل بالزيت، وفوق فتحوا لاباط نتاعكم، فتحوا شخشوخه نتاعكم. من بعد اون فوا تفتحوها هكذاك تكون حتى عزيجاتكم ولا ما تطيحوش في هذيك، حتى ولو كنت يعني اكسبير وكنت متخصصه في هذا الشيء راح تطيحي في هذه المواقف، ما تقدريش تفتحيها اون فوا تجي ترفديها هكذا ولا تتقبلك ولا يعني باش نيفيتو هذا الشيء سرحوها وفتحوها فوق فيلم اليمونتير، ومن بعد هذاك الفيلم كامل رفتوه هكذا ديك الدائره كامل وقلبوها فوق الطاجين ونحو هكذا تو سامبلومون البابي من الفوق، وصدقوني راح تجي طريقه سهله 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 وبخاتيك بالبزاف. هنايا يا البنات راكم تشوفوا شكلت هذيك المسيمنه تاعي، عدلتها بالطبع ووضعتها، وراح نفتح تاني شتو كيفاش تفتح لكم بكل سهوله يعني بطريقه سهله بالبزاف ما راحش كامل تعذبكم، وشفتوا كيفاش تفتحت لنا بورتون مدلكناها ما خليناها ترتاح. فوالا انا راح نكملهم، انا تعمدت هكذا نوريكم باش تشوفوا كيفاش تفتح لنا سهله. وكنت تشوفوا يا البنات حنا نفتحوا فيها وهي توصل لنا هذوك البلبولات الصغار هذوك، كنت تشوفوا فيهم هذوك الانتفاخات، هذوك دليل على انها ارتاحت لاباط تاعنا. هلا راح هكذا شويه نرشب شويه زبده، وقلت لكم هذه يعني انا ضفتها فقط يعني جوست بالزيت، وراح تنتفخ لكم وراح يجيكم من اروع ما يكون. فوالا من بعد ما نكمل كامل الكميه نتاعي راح نوجد الطاجين تاعي. هنايا الطاجين يا البنات تقولوا لي انا يا نعجنها وندلكها ونخليها ترتاح وكلش، ومن نوضعها في الطاجين ما تنتفخليش لسببين فقط. اولا درجه الحراره نتاع الطاجين ما راهيش مناسبه، يعني ما تنقصي لهش كامل باسكو ما ينتفخلكش، وما تزيديلوش كامل باسكو راح يطيب راح اونفال القشره الفوقانيه راح تطيب
ومن الداخل راح يبقى لك العجين هكذا ما قاعد كيما هو، يعني ماشي طايب. على هذا النار لازم هشعلها، سخنتيها مليح، من بعد نقصيلها ماشي كامل، نقصيلها غير بواحد شويه، يعني هبطيها غير شويه هكذا على السخونيه تاعها، هكذا راح تنتفخ لك. هذه وحده. الزوجه ما تواسيش فيها ثقوب، هذوك الثقوب راح يخدموا خدمه الشيميني، يعني راح يخرجوا لك، راح يخرجوا منها النفس والهواء هكذا، ما راحش تنتفخ. والثالثه يا البنات، الاولى نمسح الطاجين كما درت انا هكذا، نمسحه هكذا بشويه نتاع الزيت، غير نمسح عليه فقط، راح نسرحها ماشي بزاف، ونكمل هكذا تاعها فوق الطاجين هكذا، ونسرح الطراف يا البنات ماشي في الوسط، هكذا نسرح الطروفه فقط. ومن بعد واش راح ندير؟ راح بالسباتول اون فوا تشوفها هكذا بدات تنتفخ لي واحد شويه، راح نقلبها، يعني اون فوا دير لي طبقه من تحت راح نقلبها، ونبقى بالسباتول نضغط على الاطراف هكذا، نبقى نضغط عليها على الاطراف، اون فوا نضغط على الاطراف في الوسط راح تنتفخ، يعني ما تحتاجي خميره، ما تحتاجي حتى حاجه. هاكو تشوفوا كيفاش يا البنات، فوالا راح نضغط عليها على الاطراف وراح تنتفخ لي. وهذاك السكر اللي زدناه، هذيك المغرفه تاع السكر، ولا تحبوا ديروا لها مغرفه تاع عسل، راح يعطيها هذاك اللون الذهبي الشباب اللي يجي من الفوق، ما راحش تجي العجينه تاعكم بيضاء، واون ميم طون راح يعطيها هذيك القرمشه، يعني من تكملوها تسمعوا هكذا حط القرمشه تجي هايله بالبزاف. فوالا راح نضغط على الاطراف ونقلب، اون فوا هكذا نشوفها نشفت شويه نعاود نقلب، نعاود شويه نعاود نقلب، الحين ما تتحمر لي كامل، شوفوا كيفاش تنتفخ لي، الحين ما تتحمر لي كامل، ونحيها ونوضع الثانيه وهكذا. فوالا انا اول مره جربت هذه الطريقه، جربتها في الملوي، خفت لا يتقطع لي، قلت الملوي راح يسطرني، ولكن فريمون خرجت لي نتيجه ما كنتش كامل توقعها. من بعد جربتها في المحاجب ثاني، عطاتني النتيجه من اروع ما يكون، ويعني ما من لاباط تجي هكذا مطاطيه من تكوني هكذا تقطعي فيها. وجربتها في الشخشوخه ثاني ولا اروع، واستعملتها كي تريد كشغل، يعني غطيت البلاط تاعي هكذا بالورقه كامل، والله العظيم فيها لا تقبل والو، من اروع ما يكون. ودروك المسمن، قلت المسمن هو اكبر تحدي، لانه المسمن يحتاج الداخل يكون فارغ، سورتو قلت لكم الا حبيتوا تعمروه بكونفيتور ولا تعمروه بالجبن ولا. وثاني كيجي يفضح، يعني اون فوا تكون العجينه ماشي تلتم مرتاحه ولا، ما راحش ينتفخ لنا وما راحش يتسرح لنا. فوالا كتشوفوا كيفاش هذيك الطبقه هكذا، ونقلب نعاود غير شويه ونعاود نقلب، الحين ما نكمل كامل الكميه اللي عندي. شوفوا يا البنات كيفاش يجي، يجي رائع، يجي هايل. شوفوا راح نفتحها الاولى كل الاخرانيه، يعني مالغي يبرد راح يبقى لكم طري، راح يبقى لكم من الداخل مفتوح، من الداخل يجي فارغ، يجي مورق، يجي هايل هايل هايل. الا حبيتوا توريقات اكثر واكثر واكثر، طبقوا الاولى هكذا المسيمنه الاولى، عاود سرحوا الزوجه ودخلوا فيها الاولى هكذا اللي تحب يكون عندها بزاف التوراق، هكذا يجيك ساهل، يجيك السمنه تاعك صغيره واومين طوم تورقه. هذه هي العفسه برك، ان شاء الله يا ربي تجربوه، ان شاء الله يا ربي تتوفقوا فيها. ما تنساوش يا البنات كيما دائما واقفين في 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 كتافي، كيما دائما تدعموني، اقعدوا حدايا وقعدوا تدعموني، وزر الاعجاب هذاك يا البنات ما تبخلونيش به، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.